تقول لنا بقى رأيك في القائمة النهائية لمنتخب مصر، شايف منافستنا ازاي ان شاء الله على لقب غايب بقاله 13 سنة عن منتخب مصر كأس أمم أفريقيا. يعني اتمنى طبعا ان شاء الله يكون الراجل يعني ربنا وفقه في اختيارات المجموعه النهائيه اللي تقود النهائيات، وشايف ان مجموعه منطقيه يعني، الا ممكن يكون بعض اللعيبه ممكن تكون يعني مش هقول لك انها اتظلمت او في الاول وفي الاخر دي اختياراته يعني، صحيح. انما المجموعه اللي راحت طبعا مجموعه منطقيه. انت بتتكلم يعني اكبر العدد، يعني اكبر العدد من الزمالك من الاهلي من بيراميدز المحترفين، فده وضع طبيعي يعني. انت بتتكلم في الانديه الكبار او الانديه اللي بتمثل مصر في افريقيا، حتى في البطولات اللي كان في الكونفدراليه او دوري ابطال افريقيا اللي عندهم اكثر احتكاكا غير المحترفين طبعا. شايف انها منطقيه في كل الخطوط. ممكن يكون في بعض العناصر اللي ممكن كانت يبقى لها حق التواجد خلال الفتره اللي فاتت بصراحه، لان زي هم مين يا كابتن؟ قدموه يعني مش حد بعينه بمعنى اصح. انا ممكن نتكلم او من وجهه نظري ممكن اتكلم على حسين الشحات طبعا، لانه راجل بقاله فتره شغال في النادي الاهلي بشكل كويس، يعني ممكن يكون اتظلم او في الاول وفي الاخر اختيارات، لان المكان ده فيه تخمه من النجوم، كان فيه صلاح، تريزيجيه، عمر مرموش، مصطفى فتحي اللي بيقدم مستوى هايل، بس برضه كان ممكن يبقى له دور الفتره اللي فاتت يعني، او يبقى متواجد حتى على الاقل مين في تاني؟ القائمه النهائيه. مين تاني يا كابتن محمد؟ يعني مش انا ببص، انا بقول لك في الاول وفي الاخر هو الراجل ادرى واحد بلعبته، انا ما بتكلمش طبعا على حد، او انما يعني كان في ممكن بعض العناصر كنت اتمنى وجود شيكابالا طبعا، لان خلال الفتره اللي فاتت على الاقل كان لازم معاك يبقى عنصر كبير او عنصر خبره، فعلى الاقل كان ممكن يبقى متواجد الفتره اللي فاتت دي، بالاخص ان شيكابالا مقدم مباريات يعني مباريات هائله بصراحه الفتره الاخيره، فكنت اتمنى تواجد شيكابالا برضه. انت بتتكلم بعنصر خبره، عنصر راجل كاريزما، راجل عنده ثقل في نادي، وممكن يدي خبراته للعيبه اللي تبقى متواجده خلال الفتره اللي جايه. ده كنت اتمنى او ينهي مشواره ببطوله زي دي. مين تاني من اللعيبه؟ هو يمكن نستبعد من نادي الزمالك، لو احنا بنتكلم عن لعيبه نادي الزمالك اللي كانوا منضمين في القائمه المبدئيه، فهو استبعد عواد، حسام عبد المجيد، والونش، ونبيل عماد دونجا. هو ده طبيعي، اقول لك مبدئيا كده كنت اتمنى وجود الونش طبعا، بس تعرف عشان الونش راجع من الاصابه. بتكلم حسام عبد المجيد، حسام بقاله فتره ما بيشاركش. عواد هي دي بقى زي ما بقول لك ايه نقطه عواد بيشارك، الخلاف. خلي بالك عواد ماشي بشكل ما كويس انا بقول جدا. لك انا بتكلم على عواد بالاخص، دي نقطه الخلاف اللي ممكن يعني عواد من الناس اللي بتشارك بشكل اساسي مع نادي الزمالك. ايا إن كان انت خدت صبحي او خدت ابو جبل او خدت الشناوي او الثلاثه بالاخص بيراميدز، الزمالك، البنك الاهلي، فكنت اتمنى وجود عواد. عواد الفتره اللي فاتت بيلعب بشكل مستمر، راجل شايل فرقته، راجل بيقدم مستوى كويس، فدي برضه لغز يعني، لغز في حراسه المرمى، دي ترجع برضه في الاول وفي الاخر للناس اللي بتدير.